قريب طحت. تحب تشري المنزل كامل، تحب تشري جزء من المنزل. السلام عليكم احبابنا، احباب الوكيل الايموبيلي. اليوم جبناكم عقار جديد من ولايه بازار. انا هنا قدام جبل شنوا، في ظهر الخلفي لجبل شنوا، ما راهوش يبان لنا البحر ولكن النسمه تاعو راهي تلحقنا في هذا المكان. رانا في سيدي موسى ولا سيدي موس كما يقولوا له اصحاب تيبازا، دائره سيدي عمر ولايه تيبازا. جبنا لكم هذا العقار المميز جماعه الخير، شوفوا الشساعه تاعو والخدمه تاعو اللي راهو مقسم منزل ار بلس ان، مقسم الى منزلين. عندنا البارتي اللي راهي من هذا الكراج الكحوله الفوقه، وعندنا هذا البارتي اللي راهو من الباب ونروح به حتى للسور اللي من هي. قلنا ال بلس 2 مقسم الى منزلين، المساحه الاولى راهي بمساحه 184 متر مربع، والمساحه الثانيه راهي ب 130 متر مربع، بالاضافه الى مساحه خارجيه تقدر ب 1000 متر مربع. عقد في الشيوع وعقد جماعي للارض لهذا اللوتيسمون اللي راهي مخدومه ما شاء الله. عندنا جيراننا من اللي يسكنوا الفوقة، الجيران تاع اصحاب الارض السكان الاصليين الشناوه، وعندنا ايضا السكان اللي راهم هنايا بانيين في هذا اللوتيسمون الجديده اللي راهي على لوطوروت. ودوكا نروحوا نديكوفريو المنزل تاعنا، يلا ندخلوا مباشره المنزل تاعنا، نطلعوا لي زيسكالي هذوما، راح نديكوفريو منزلين. عندنا منزل على اليمين ومنزل على اليسار، يلا نبداو بالمنزل اللي راهو على اليمين تاعنا. لاكاج ديسكالي هذه راهي محسوبه على الجهه هذه اللي منا، معناتها مدروج مدروج هذوما للمنزل تاعنا. هذا هو المنزل الاول. المنزل الثاني راهو من هذا السور وراني واقف انايا هنايا حتى للنافذه اللي ملهيه. نروحوا نديكوفريو واش كاين في البريمير ايطاج. ريتشوسي راهو فيه هذا تاع هذا الجهه، راهو فيه زوج كراجات كبار راهم فيهم شونفروا، راهو مؤجر للشركه. ايضا كاين هذا في البريمير ايطاج عندنا هذا، ما راهيش مقسمه، راهي شونتي، سمحوا لنا الحاله شويه مكركبه جماعه كما رانا نشوفوا. عندنا دو فاساد، عندنا فاساد على الحي تاعنا من هذه الجهه كما رانا نشوفوا، وعندنا فصاد للكوتي هذا وين عندنا دخله من لوطوروت تاعنا من الجيل حتى الشرشال. هذه الجهه كما رانا نشوفوا لوطوروت راهي من هنايا، دوك نخرجوا سويه باش نشوفوا لوطوروت تاعنا. معناتها المنزل هذا تقسمه كيما تحب. اسباس راهي ما شاء الله، راهي بمساحه 184 متر مربع، قسمها انت كيما تحب. تحب دير اف 4، تحب دير اف 3 كبيره كيما تحب. عندك دو فاساد، عندك شوفاج سنترال، عندنا شوفاج سنترال لا هو الانستالاسيون تاعو كاينه. نروحو نشوفو نديكوفريو هذا ليطاج اللي راهو عندنا هنايا. ليطاج هذا راهو اف 3 كبيره، راهو اف 3 كبيره. عندنا الشومبره هذه الاولى اللي عندها اطلاله مميزه منها. هذا اف 3 الحاجه الجميله انه عندها طروا فاساد. عندنا ايضا هذا لا فاساد اللي تعطينا اطلاله على الاسباس اكستيريور تاعنا، وعندنا لا فاساد هذه طروازيام اللي رانا نشوفوها تعطينا اطلاله على الطريق تاعنا. هذه اف 3 كبيره ما شاء الله بليت ساع. شوفوا كولوار شحال كبير يا جماعه الخير، كولوار ما شاء الله. ايضا لا كويزين تاعنا اللي حتى تخدم اوبن سبيس، معناتها خدمه ما شاء الله. وعندنا هذا ليسباس، شوفوا لاكسي لهذا ليسباس اذا كان حبيت تدير المراح تاعك هنايا. وعندنا ايضا هذا القطعه الكبيره اللي راهي بمساحه 100 متر، 100 متر كاري كيما رانا نشوفوا. لصاحب العقار قال لك نديرها حديقه، حتكون حديقه، يقدر يكون باركينج. الاكسي تاعنا راهو فاصل لوطورو تاعنا، لوطورو الجي شرشال، ما راناش بعاد على الميناء تاع الحمدانيه، ما راناش بعاد على البحر. هاوك جبل شنوا، جبل شنوا راهو قدامنا، ما راهوش بعيد علينا بزاف. نقدروا نروحوا البحر من خلال الطريقة القديمة تاع شرشال، خاطر الطريقة القديمة راهي مور المنزل تاعنا اللي تدينا لسيدي موس. سيدي موس البلاصة اللي تعطي لك اكسي اكسي للبحر، وايضا تقدر تروح للكوتي تاع حجوت والدوائر الاخرى. جماعة الخير العقار تاعنا راهو مميز. الحاجة الجميلة انك تحب تشري المنزل كامل، تحب تشري جزء منه، حاجة جميلة. المنزل تاعنا راهو بسعر مغري، راهو ب 3 ملاير و500 قابل للتفاوض، 3 ملاير و500 قابل للتفاوض.
تحب تشري المنزل كامل، تحب تشري جزء من المنزل او واحد من المنزل. تحب تشري المنزل كامل، تحب تشري جزء من المنزل، انت لك شواء. وايضا تحب المفاهمه راح يكون مع صاحب العقار على الجزء اللي حبي تشريه انت. شوفوا النظره اللي عندنا من لاطيراس تاعنا. ايضا حاجه جميله انه تقدر تزيد تبني هنا ايطاج واحد اخر بالدالة تاعو، حاجه مميزه في هذا العقار. شوفوا المساحه تاع تاع الجاردن تاعنا اللي حتكون، ولا الباركينج تاعنا. ايضا شوفوا البلاصه اللي رانا فيها، انطوري كامل بالجبال بالهواء، معناتها النسيم تاع البحر راهو يلحقنا حتى لهنا. عندنا جيران ما شاء الله، صاحب العقار ويشكر في جيرانه ما شاء الله، قال لك جيران شري الجار قبل الدار، والجيران تاعنا الله يبارك كامل من الناس اللي راهي راقيه، ناس انتلكتيال. ايضا عندنا جيران اصحاب الارض او السكان الاصليين للمنطقه اللي هما شناوه، ايضا معروفين بالطيبه تاعهم والكرم، معناتها بلاصه ما شاء الله. هنا تجي تريح خويا العزيز ولا اختي العزيزه، تجي وتريحوا في هذه المنطقه المميزه. العقار راهو بثمن 3,500 قابل للتفاوض. رقم صاحب العقار تلقاوه في التعليقات، ومع الوكيل الموبيلي دائما نجيب لكم عقارات جديده ومميزه. سلام.